مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. ربنا على العيد يا جماعه، وطبعا اذا ربنا على العيد لازم نتكلم عن موضوع مهم وهو العيديه، اللي هو المبلغ المالي هذا اللي يعطيه الرجل القادر لابنائه وبناته او للصغار في السن في العائله، ويعطى ايضا للسيدات عاده، العمات الخالات. طبعا انا بتذكر وانا في الصغر كنا نروح أنا والوالد نزور عماتي وخالاتي ونعطيهم هذه العيدية، ويرجع الوالد على المنزل يعطينا إحنا العيدية، فكانت فرحة غير موصوفة يعني. لكن هذه العيدية يعني ليست فقط مادية، لأنها أصلاً بدأت بشيء مش غير مادي، ولكن انتقلت بعد فترة حتى الأطفال يشتروا أشياء ويشعروا فيها. بداية العيدية بدأت في المجتمعات الإسلامية والعربية متصلة بعيد الفطر وعيد الأضحى بشكل عام، وزي ما حكينا طوطة من الصغير للكبير. ولكن كانت البداية في الملابس، كانوا هذه الأصل هاي، يعني أنه كانوا الكبار في السن أو عندهم فلوس خاصة الأهل يفصلوا ملابس جديدة للأطفال والسيدات ويدفعوا حقها، وهذا كان يجلب الفرحة للأطفال. فهذا أصل العيدية المتعارف عليه، كانوا بس يختصروا على ملابس جديدة للعيد، لأنها كانت عادة العيد مرتبط بالملابس الجديدة. الآن الناس تطلع بتشتري ليلة العيد هاي الملابس وبفرحوا، ولكن كانت الارتباط العيدية بهذا الشيء. ولكن أصبح الموضوع الآن يختلف، وأصبح له رمز مادي أكثر منه هدايا. يعني طبعا الأصل بالكلمة من كلمة عيد، عيدية، عيد قربها للعيد وارتباطها بالعيد، وطبعا أصبحت الآن مرتبطة بالفلوس التي أو النقود التي تعطى يوم العيد أو صباحية العيد زي ما بنسوي دائما، سواء بعيد الأضحى أو عيد الفطر. لكن لو نرجع شوية للعصور السابقة، بالعصر الفاطمي مثلا، في العصر الفاطمي كانت هذه العيدية موجودة، وكانت العيد، عيد الفطر اللي احنا بنسميه عيد الفطر، كان يسمى عيد الحلل لانه يحل من رمضان، فكان يقتصر فقط لا يقتصر فقط على المبالغ الماليه، كان يعطى مبالغ ماليه ايام العصر الفاطمي، ولكن ايضا كان يخصص مبالغ كبيره لكسوه الناس في العيد، وتسمى الكسوه، يكسى الناس في العيد خاصه للفقراء. في العصر المملوكي أصبحت العيدية فقط تؤخذ بشكل رسمي على شكل نقود للكبار والصغار، خاصة السيدات من الكبار، وتختلف من شخص لآخر كيف كل واحد بده يعطيها. ناس كانوا يعطوا ذهب، ناس فضة، ناس دنانير، كله تعتمد من قدرة الشخص المادية. بعض الأشخاص كانوا يعطوا طبق حلو خاصة للجيران، ويوضع في الوسط الدنانير بغض النظر، وتعطى أحيانا أيضا للجنود والأمراء اللي بيكونوا عايشين، وكانت تعرف باسم الجاميكية في عصر المماليك، الجاميكية اللي هي صحن الحلوى اللي يوضع فيه النقود ويعطى للجنود والأمراء. في العصر الخلافة العثمانية أو عصر العثماني أصبح فقط المال هو الذي يعطى، واستمرت هذه العادة من ذلك الوقت إلى الآن، وأصبحت متوارثة خلال العادة. طبعا حكينا أنه هذا التطور شيء جميل، وأنه طقوس خاصة لرمضان بشكل عام والعيد، يعني شيء جميل أنه نعيد على أبنائنا وزوجاتنا وأخواتنا وخالاتنا وعماتنا بمبلغ بسيط، هو بس فقط لرمزي، ولكن يجلب الفرحة عليهم ويعطيهم قديش احنا بنقدرهم بنحبهم. كلام مره ثانيه، بنقول كل عام وانتم بخير، ان شاء الله الله يكثر من عيدياتكم، وان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه والمال انكم تقدروا تساعدوا غيركم وتعيدوا عليهم. عيديه صغيره ولا تنسوني.